استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دكتور عمرو. فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله. هو حضرتك بس عن زكاه المال. اتفضل. دلوقتي لو معايا ذهب مخزون ومال، بس الذهب مش بالغ النصاب والمال لوحده مش بالغ النصاب، بجمع الاثنين على بعض بيبلغوا النصاب، فهل كده صح كده ولا ايه؟ ولا ده لوحده ده دلوقتي لوحده؟ خليني بس اعرف، هو الذهب ده ذهب والد ذهب زوجة حضرتك، ولا ده ذهب في شكل سبائك، ولا في شكل لا مخزون زي كده بالظبط، يعني مش بتاع الزوجة، بتاع الزوجة لوحده. طيب يعني الذهب ده في شكل ليس مصاغا، فالذهب مش مصاغ ولا حاجه، ده مخزون. طيب بنجمع الاثنين على بعض، لان دول وعاء زكوي واحد، يعني احنا ما عندناش عروض تجاره، دول كلهم اسمهم اثمان، كل دول مال، سواء من الذهب او من النقد، الاثنين بنجمعهم على بعض، واذا بلغوا 85 جرام ذهب بنطلع عليهم 2.5%، طلع عليهم كلهم 2.5%. تمام. طب في حاجه ثانيه، لو في معايا برضو فلوس في البنك، بس ديت عاملها لبنتي مثلا اثناء الزواج، فانت عاملها في شكل شهاده او وديعه؟ عشان بنتي اثناء الزواج نجهزها بيها. سؤالي، هل بنتك دلوقتي بدات اجهز، لو الفلوس دي انت خلاص لحاجات اللي انت بتشتريها مش هتطلع، لان دي هتبقى مال قنية، لكن لو ان بنتك على وش جواز وما فيش خطيب وما فيش حاجه، لكن انت لو فعلا في اجراءات جواز والفلوس دي بتاعه اجراءات الجواز دي، خلاص يبقى مش هنطلع عليها زكاه، لان الاموال دي بتاعه اموال هذه المصاريف اللي هتستهلك في ده، وهتبقى المال دوت مال لهذا الغرض اللي هو في الحقيقه مش نامي. لكن لو كانت الفلوس لسه انت شايلها عشان لما بنت من البنات يجي لها عدلها تجهز بيها، لا هتتحط برضو على الرصيد وتطلع الزكاه عليها.